I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, can't be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. The blood moon is on the rise. A fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. أنا ما بقتش مرتاحة. إحنا وصلنا للحلقة اللي قبل الأخيرة ولسه النهاية مش واضحة، وكمان مفيش حاجة لسه استقرت، وكل شوية الأحداث عمالة تبوظ أكتر. ما أقول إحنا هنكون نهاية سيئة؟ ما أقول النهاية هتكون مش زي ما أنا مستنيها؟ طب إحنا وصلنا للحلقة قبل الأخيرة إزاي بسرعة كده؟ أنا مش فاهمة إزاي نطينا فجأة والأحداث عمالة تبوظ أكتر كل شوية. أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل، وبصراحة متوترة قوي من النهاية. يا رب، أنا خايفة جدا بجد. هعمل إيه؟ ويا ترى بكرة هيكون إيه اللي هيحصل؟ أنا مش عارفة الصراحة، وبقيت بفكر كتير قوي في الموضوع ده. وكمان لما عرفت إن دي الحلقة قبل الأخيرة بقيت متضايقة قوي. خلاص، مفيش حل طبعا غير إن إحنا هننام وهنستنى نشوف إيه اللي هيحصل بكرة بنفسنا، لأن كده كده محدش هيقدر يعرف المستقبل مهما يحصل. ابعد عني. انت ليه عايز ايه مني دلوقتي؟ ازاي تيجي؟ انا عايز افهم ليه وليه جاي اصلا. انت من زمان قوي سبتني، وانا كنت في اكتر وقت محتاجاك. هو انا اختك اصغر منك، المفروض كنت تبقى في صفي وتيجي تساعدني، بس انت سبتني ورمتني، وما كانش ليا اي قيمه عندك، وما كنتش مهتم تعرف ايه اللي هيحصل فيا لغاية ما هما خدوني هنا وعرفت اعمل ايه، وعرفت اعتمد على نفسي من غيرك. ايه اللي جابك دلوقتي؟ بعد ايه جاي؟ بعد ايه انا اجيب مزاجي في الوقت اللي انا عايزه؟ ده اول حاجة. تاني حاجة، انت مش محتاجالي ولا انا محتاجلك، بس انا جاي عشان انت غصب عنك هتسيب المكان ده النهاردة ومش هترجعي له تاني، وتفكيرك كله هيتغير من اول اللحظة دي. لحظة اللي انت بتتكلم عنها، انا انت عايزة مني؟ عايز اغير تفكيري في ايه بالظبط؟ عايز اغير تفكيري في ايه؟ انت عايز تموت البشر اللي احنا كنا منهم، اللي اهلنا كانوا منهم؟ هي دي خطتك؟ انا عارفة هي دي الحل الوحيد عشان نعرف نعيش دلوقتي. زي ما كنا في خطر زمان من مصاصين الدماء، بقينا في خطر دلوقتي من البشر. يبقى لازم نخلي العالم ده لمصاصين الدماء وننهي حياة البشر. انت مصاص دماء وحش. انت بابا لو كان موجود ما كانش هيحب اللي انت عليه ده. فوق بقى، فوق وارجع زي ما كنت. احنا كمان كنا بشر، كنا محتاجين اللي يحمينا. دلوقتي لما بقينا مصاصين دماء، في مصاصين دماء محتاجين اللي نحميهم، واحنا بنعمل واجبنا حتى لو كنا ايه. لازم نكون حد كويس حتى لو كنا مصاصين دماء او كنا بشر. لازم نكون شخص كويس هنا او هنا، زي ما كنا شخص كويس واحنا بشر لازم نبقى شخص كويس واحنا هنا. لا، لما كنا اشخاص كويسين اهلنا ماتوا وانت شفتي خسرنا ازاي. لازم دلوقتي الحياه تتغير وما نبقاش اشخاص كويسين عشان نعرف نعيش في الحياه دي. انت هتيجي معايا حالا غصب عن عينك، والمره دي مش طلب، المره دي انت هتيجي بالغصب عنك. امشي، ابعد عني. طيب ابعد. خدوها. اوامرك اوامرك. ابعدوا. انتوا مين؟ انتوا كمان ابعدوا ابعدوا. ما نقدرش نكسر كلام الرئيس عمر، لو سمحتي تعالي معانا. ايه ده؟ انا فين؟ انا فين؟ المكان اللي انا فيه ده، الاوضه دي وكمان هي فاضيه كده ليه؟ وواسعه قوي المكان ده. ليه الاوضه فاضيه قوي ما فيهاش اي حاجه كده؟ وايه الحاجات اللي جنبي دي؟ ايه اللي جنبي على السرير ده؟ ليه في البتاعه الغريبه دي؟ وايه الحبل اللي في الارض ده؟ وانا عملت ايه؟ انا مش فاكره اي حاجه. اخر حاجه حصلت ان عمر كان جاي عشان يعمل يخطفني تقريبا او حاجه، مش عارفه. وبعدين انا ليه صحيت هنا؟ وليه لابسه لبس غريب؟
اللبس ده. اهلا بيكي، الواضح انك اخيرا صحيتي. اهلا بيكي، احنا نكون تحت، يعني احنا بصي احنا مراكز. انتي بوظتي الدراما خالص، اسكتي. طبعا انتي عارفة ان العمر الرئيس بتاعنا وبتاع اللي تقدري تقولي عليها زي قبيلة كده بتاعتنا، واللي هي هتني حياة البشر. وعمر قرر ان احنا هنضيفك بالعافية في القبيلة بتاعتنا، او زي ما تقولي كده المجموعة بتاعتنا، وهتبقي معانا حتى لو انتي كنتي مش عايزة كده او عايزة. هو ده قرار من عمر باشا، ولازم بننفذ طلباته، لان كلنا هنا ما بنسمعش كلام حد غيره، عشان هو يعتبر هنا الامير هنا، او تقدري برضو تقولي الرئيس بتاعنا، الحاكم، حاجة كده. اعتقد انتي فاهمة الموضوع ده كويس. يعني اصل عمر قالنا على حياتك ازاي، وانتي كنتي عايشة ايه، وانك بتدافع عن مصاصين الدماء، وفي نفس الوقت مش عايزة تأذي البشر، فحياتك مملة قوي. ايوه، فعمر قال ان احنا هنساعدك وهنجيبك هنا عشان نغير لك حياتك، وكمان عشان انتي تقدري تساعدينا قوي في الحكاية دي، وكمان انتي مهمة بالنسبة لعمر، وعمر عايز يحميكي عشان ما تبقيش في خطر ولا حياتك في خطر، فكابك هنا. ايوه، انتوا مين طيب؟ اللي جابني ليه هنا؟ كمان في حاجة، عمر قال ان احتمال على اخر اليوم دوت او بكره بالليل حاجه كده تجهزي نفسك، علشان هيكون سمعتي كده ان هو هيبقى فرحك. فرحي ايه اللي انت بتقولي ده؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انت كده شكلك بتكلمي كتير قوي، المفروض عمر هو اللي كان هيقول لها الحاجات دي. لا، هو قال لي هقول لها شويه حاجات، وانا حبيت يعني اعرفها على شويه حاجات بما انه مسموح لي. اصل انتي مش عارفه ولا ايه، اصل انا خطيبه عمر. انتي خطيبه عمر؟ ايه يعني ايمي ما ديش لغايه دلوقتي؟ انا قلقانه عليها، مش عارف هو حصل لها حاجه طيب امبارح. لا مش عارفه، انا كمان قلقانه عليها. اخر حاجه انها دخلت الاوضه وبعدين بس كانت متضايقه من كلام محمد زي ما شفته امبارح وبس. طب لازم اتصرف، اروح اخبط عليها. طيب خبطت مش بترد. طب انا قلقان قوي عليها دلوقتي. ازيكم يا جماعه، صباح الخير. صباح النور. ايه واقفين كده ليه؟ مش ملاحظ اختفاء ايمي؟ لا سيبكم منها احسن، ان شاء الله ما جات. الصراحه مش عايزه اشوفها، دي بتدافع للبشر، بتدافع لناس قتلت اختي. انا لسه ما تخطيتش موتها، دي كانت ميته جنبي وهي بتقول الكلام ده علينا، انتوا متخيلين؟ فالصراحه مش فارقه معايا، طز فيها بجد. طب انا قلقانه عليها، لا يكون حصل لها حاجه. حتى لو حصل لها حاجه الصراحه مش مهتم، بس احنا المفروض فريق واحد يا محمد، وبنكاف على بعض. ايوه هو انا يعني بشتمها كتير، اصلا انا مش مهتم. صحيح سيف، عايزين كلنا عارفين ان انت معجب بامي من زمان. ايه مين قال؟ انا عشان قلقان عليها عادي يبقى كده؟ لا، انت اكيد فاهم غلط. خلاص يا جماعه، مش وقت الكلام ده، المفروض نعرف دلوقتي امي فين. ومحمد يعني مش لازم تتكلم بتفكير تاني، حتى لو اتخانقنا امبارح المفروض احنا النهارده صحيحين متصالحين. خلاص لازم نعرف يعني امي فين. مش مهتم بصراحه، دوروا انتوا، انا هبقى واقف هنا اهو عشان يمكن لو حد جه. طيب خلاص انتوا وقفوا هنا اهو، وانا هطلع انا ابص عليها، ولو كده هاجي اقول لكم كل اللي حصل. تمام، ما تقلقوش خالص. يا عم ده انا هموتك من الضرب، ازاي تقول حاجه قدامي؟ انت بتفضحني. يا كلنا عيله واحده يعتبر، وبعدين مش انت اللي قايل لي بنفسك؟ ايوه انا قايل لك انت، عشان يبقى سر ليك انت. يبقى اسكت. روح دلوقتي شوف امي فين، عشان انا قلقانه عليها. ليلي. ايوه في حاجه، في موضوع مهم جدا. فين الباقي؟ قاعدين جوه. ليه؟ خلص مش مهم، تعالي انت يا بنتي انا هقولك. في ايه؟ طيب تعالي. امبارح لقيت ده في حوالينا كده، فرقة البحث الطبي بتاعتنا لقيته يعني. ايوه طب ده بتاع ايه؟ انت مش عارفه ده بتاع ايه؟ خد يا ليلي بصي كويس عليا. ليلي احنا في خطر تقريبا يا ليلي،
تقريبا كده اخو عمر لقينا اخو سوري عمر اخو ايمي تقريبا كده لقينا بجد. ايوه صح التاج ده بتاعه. بس يعني هو جه عمل ايه كده؟ مش عارف بصراحه. واختفاء ايمي مش مطمني، يمكن يكون عمل فيها حاجه. وطبعا انا مش بطلع انا في البيت بتاعكم انتوا عارفين يعني، فانا كنت جاي اقول لك يعني انت تطلعي لايمي فوق عشان انا مش هقدر اطلع، وانت عارفه ان انا عندي مشاكل مش بقدر اطلع فوق ليكو. طيب طيب مفيش مشاكل، انا هطلع دلوقتي اشوف ايه اللي حصل لايمي. يا رب ما يكونش حصل لها حاجه وما يكونش عمر عمل فيها حاجه يا رب. ليلي. ايوه انت معاكي مفتاح اوضتها صح؟ ايوه. طيب روحي وافتحي الاوضه لو ما ردتش ماشي؟ طيب تمام. يا رب ايمتكم كويسه. ايمي ايمي انتي كويسه طيب ولا ايه؟ طب انتي لو متضايقه تعالي كلميني وانا هسمعك، بس افتحي الباب. طب حتى ردي عليا من جوه لو انتي موجوده. ايمي معقوله انتي نايمه لغايه دلوقتي؟ بس دي مش من عادتك، انتي دايما بتصحي بدري. ايمي انتي كويسه طيب ولا ايه؟ ايمي وانا هفتح الباب بقى خلاص مفيش حل تاني. ايمي ايمي Be with you.